إذن أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم. وقال زيلينسكي في بيان على تيليجرام إن خطوة إقالة رؤساء مراكز التجنيد تأتي على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد، وأضاف أن نظام كييف يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوة خلال الحرب خيانة. هذا وأعلن الجيش الروسي أنه ضرب مرتزقة أجانب في زاباروجيا على حد تعبيره. جاء ذلك غداة قصف روسي استهدف فندقا أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 24 شخصا بجروح في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا. في حرب لم يكن فيها تبادل الاتهامات ولد اللحظة، كان آخرها اتهام روسي لأوكرانيا بالوقوف وراء هجوم بمسيرة أوكرانية على العاصمة الروسية. فبحسب وزارة الدفاع الروسية أن المسيرة كانت تحلق نحو هدف غير محدد في موسكو دون وقوع ضحايا أو أضرار. سلسلة من هجمات الطائرات المسيرة طالت العمق الروسي، حيث تم تعليق الرحلات في مطاري فانكوفا وكالوغا في وقت سابق وتعليق جميع الرحلات لأسباب خارجة عن سيطرة المطار قبل أن يتم استئناف الرحلات في المطارين. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية عن إخلاء 37 بلدة في منطقة كوبيانسك، مشيرة إلى أن السبب هو الوضع الأمني الصعب وزيادة عدد التفجيرات وتقدم الجيش الروسي الذي أعلن بدوره أنه حسن مواقعه في منطقة خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا. واستمرار محاولات القوات الأوكرانية وقف التقدم الروسي، هذا ما لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة الحليف الأمريكي. فبعد 7 شهور من الحرب تستمر المحاولات في تحويل مسار الحرب المشتعلة لصالح أوكرانيا ودعم هجومها المضاد الذي أطلقته ضد القوات الروسية، إذ جاء طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار. ويرى البعض الصراع الدائر أنه استنزاف عسكري واقتصادي طويل الأمد لروسيا، يتمثل باستمرار تزويد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الجيش الأوكراني بأسلحة متطورة لمقاومة الهجوم الروسي، في مقابل من يرى أن أوكرانيا لا تزال تجد صعوبة في إضعاف التفوق الروسي. من كييف أرحب بمدير مركز أوراس للدراسات السيد أوراق رمضان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أوراق. سأبدأ معك بالقرار الأخير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ماذا يعني ذلك في ظل هذه التطورات الأخيرة، وهل سيكون له آثار بشكل واضح على التحركات الأوكرانية فيما يتعلق بردة الفعل على الضربات الروسية؟ طبعا الرئيس الأوكراني هو قبل كل شيء القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، يعني القرار هو يأتي ضمن استراتيجية ما يعرف بالهجوم المضاد وكذلك محاولة استعادة السيادة. يعني كل هذه القرارات وكل هذه البيانات السياسية تترجم على أرض الواقع، ولكن يجب أن تغطى وتجسد بدعم عسكري، بدعم بالذخيرة والعتاد والتجهيز والأسلحة من الحلفاء، نقصد هنا الولايات المتحدة، بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي فقط. يعني ما يؤكده الرئيس زيلينسكي هو مشروع الدولة الأوكرانية، مشروع الشعب الأوكراني للدفاع عن سيادته وإعادة تحرير أراضيه ليس أكثر. يعني لم يأتي بشيء جديد، هي عبارة عن استمرار لما رسم منذ البداية، هو الدفاع عن الوطن، ولكن الدولة الأوكرانية لحالها لن تستطيع أن تحقق ذلك دون دعم خارجي كما تعرفون. لذلك أتى قرار من طرف الرئيس بايدن بخصوص ضرورة، وهو يطلب الكونغرس يعني مبلغ مهم، يعني أكثر من 10 مليار دولار تضاف إلى السلة يعني على إلى الإنفاق. ولكن يعني زيلينسكي كان واضحا في بيانه على تيليجرام، تحدث بأنه إثراء غير مشروع، قوننة أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، ونقل غير قانوني أيضا للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. كل هذه الاتهامات وكل هذه المعلومات عند الرئيس زيلينسكي إلى ماذا تشير فعليا على الجبهة؟ هي عبارة عن تنديرات وتحذيرات
لها طابع سياسي ولها طابع وقائي. أما على الجبهة فيجب أن يكون هناك الجندي بالسلاح والذخيرة. أما التسويق بخصوص المرتزقة أو الذين ينقلون من طرف إلى آخر، هذا لن يؤثر، هذا عبارة عن ملأ فراغات إعلامية معلوماتية ليس أكثر. أنا أتفهم الرئيس الأوكراني هو سيستعمل كل الأوراق من أجل الأخذ بالثأر والتقليل من قيمة المجابه أو الغازي الروسي ليس أكثر. طيب، الآن ردة الفعل الروسية فيما يتعلق بإسقاط مسيرتين والحديث عن تطورات الأرض على تطورات المعركة على الأرض مباشرة، لماذا إلى غاية هذه اللحظة لم يتم الحسم بشكل واضح؟ لا نريد الحديث عن أسباب مقاومة فقط، وإنما التحركات الروسية تبدو مدروسة فيما يتعلق بالمناطق وفي عمليات الحسم. هل هناك نية روسية أوكرانية لربما للوصول إلى مرحلة في ظل هذه التطورات للانتقال إلى طاولة التفاوض السياسي؟ الانتقال للتفاوض السياسي ليس من مصلحة لا أوكرانيا ولا روسيا في هذا الظرف الراهن، لأن الذهاب إلى التفاوض من طرف أوكرانيا هذا سيكون له ثمن سياسي باهظ، وهو ربما سيؤدي إلى إسقاط الحكومة أو إلى تحرك سياسي معارض داخلي ستمخض في أزمة سياسية، لأن هناك ثمن باهظ دفع من طرف الدولة الأوكرانية، يعني أكثر من 100,000 قتيل حسب المعلومات المتضاربة، ونذهب إلى التفاوض ونتنازل عن يعني رصيد من الأراضي الأوكرانية المتواجدة للاحتلال. يعني لماذا أهدرت هذه الأرواح؟ هذا رقم واحد. بالنسبة لروسيا، الذهاب للتفاوض كذلك له نفس الثمن، يعني روسيا أعلنت وأكدت أنها ستقوم بتحرير منطقتين وخاصة في منطقة دونباس التي تعتبرها جزء يتجزأ من سيادتها، وهي تبهد إلى تفاوض. هذا كذلك سيكون له ثمن بالنسبة لبوتين، وسيجعل قضية التمرد المسلح أو التمرد السياسي داخل روسيا واردا. لذلك فهم يتواجدان في لحظة حرجة، وهنا يستغل الغرب، ونقصد الولايات المتحدة، تضيف وتزيد من الوقود ومن الزيت في هذه النار لكي تشتعل أكثر وتستنزف روسيا. بالمقابل فإن المركب العسكري الحربي للغرب بما في ذلك الولايات المتحدة يعمل، لأن من سيدفع الثمن آجلا أم عاجلا هو الشعب الأوكراني، لأن هناك التزامات بدفع كل هذه المعونات. فهنا المستفيد هو نعم. برأيك في أي سياق يمكن وضع تصريحات البيت الأبيض وتحديدا جون كيربي فيما يتعلق بالهجوم المضاد بأنه كان أبطأ مما كانت تود الولايات المتحدة الأمريكية، وبأنه تم تلبية جميع الطلبات على قائمة الشراء الأوكرانية فيما يتعلق بالدعم، ولكن استمراره إلى الخريف المقبل هذا سيكون أمر صعب، وبالتالي هذا يشير أيضا إلى عملية الهجوم المضاد لربما بأنها فشلت بحسب بعض المراقبين. قبل أن نسأل يجب أن نسأل الأمريكيين المستشارين الذين ورطوا أوكرانيا بأنهم أكدوا على أنهم سيكون داعمين له لاستنزاف والنصر على روسيا. هم يعرفون كل شيء، الأمريكان هم يتاجرون بالقضية الأوكرانية، هم يبيعون السلاح ويريدون كذلك إقحام أوروبا في هذه في هذا المعترك، والتأثير والتأكيد على أوروبا، يعني أوروبا ستفقد السيطرة لاحقا عاجلا بسبب هذه الأزمة، والولايات المتحدة ستفرض الأجندة على الأوروبيين بسبب هذه الحرب. فمن يعرف أسباب الإخفاق أو التعثر هو كيربي بنفسه ومن يلف لفه من الإدارة الأمريكية. المسألة كلما طالت الحرب كلما كان هذا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد هذا بحسب المراقبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الأكبر. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا مدير مركز أوراس للدراسات سيد أوراق رمضان، كنت معنا من كييف.